مساء الخير. بين العلم وبين اتهامات التنجيم، بين التاريخ والماضي وبين الواقع الحالي والمستقبل، بين المصدقين والمشككين وغير المهتمين، بين المتابعين والمتأثرين، وبين الرافضين وغير المكترثين، بماذا يرد أهل الفلك والنجوم على هذه الاتهامات؟ وكيف يجيب أهل الطاقة عن التساؤلات؟ كيف يؤكدون مصداقية وحقيقة تفسيراتهم واستنتاجاتهم التي يؤمن بها كثيرون ويرفضها أيضا كثيرون؟ كيف ترسم لنا النجوم المستقبل؟ وكيف تتشكل الطاقة التي يمكن أن ترسم لنا الواقع؟ حول علم الفلك وعلم الطاقة والأحجار الكريمة سنطرح الكثير من الأسئلة مع ضيفتي في الاستوديو. سيدة غالية بكفلاوي، باحثة في علم الفلك، أهلا وسهلا بك. يا هلا ريم. وسيدة رولا شويكاني، اختصاصية نفسية في علم الأحجار الكريمة، أهلا وسهلا بك. بداية أبدأ مع ست غالية. علم الفلك هو علم يعني من حوالي 5000 سنة موجود عند المسلمين، عند العرب القدماء، كانوا يستخدموه من يعني من أجل معرفة القبلة، معرفة وقت الصلاة، معرفة وقت الحج، أوقات الصلاة، يعني كان له ضرورة وحاجة. فبتحكي لنا أكثر عن علم الفلك وكعلم شو هو؟ الحقيقة ريم، طبعا هو علم قديم كتير، علم الفلك، ودائما يعتمد عليه كان من زمان، يعني سواء كان حتى بشأن المناخ، بشأن الطقس، بشأن أوقات الزراعة، أوقات الحصاد، حتى بالحروب كان يعتمد عليه. يعني دائما كان وقت يكون في أي حركة لحرب معينة بالماضي، كان دائما في عرافين عند أي ملك أو كان عند أي حاكم، كان يسألهم إيمة الوقت المناسب لهذا الموضوع. منه الإسكندر المقدوني كان تماماً يسأل العراف عن أي حملة عسكرية الوقت تماماً المناسب تماماً الوقت المناسب لإله، حتى من ناحية المناخية والجوية، يعني وإيمة مناسب. فهذا علم كتير قديم يعني، وطبعاً اتطور هذا العلم، يعني بدأ هيك وما وفي كتير ناس تابعت فيه، يمكن ما كتير هو من العلوم يلي عم تاخد مساحة كافية عنا نحن هون، بس هو علم كتير مهم، علم بيعتمد على المقارنة كتير، بيعتمد على دراسات، بيعتمد على حركة كواكب وتأثيرها. هلا بيقولوا علم الفلك إنه له علاقة، يمكن الفلكيين العلميين شوي بيتناقضوا مع يلي بيتعاملوا مع معنا نحن، يعني كناس بتعمل توقعات بشكل عام شو ممكن يصير بالشأن العام أو بالشأن الخاص أو على صعيد أفراد أو على صعيد دول أو هيك. بس هو الحقيقة أنه نحن ندرس تأثيرات هاي الكواكب على الناس، تأثيراتها على الأرض. طيب كيف بتم دراستها؟ بنحكي بعد شوي أنه كيف بتم دراستها لحتى الناس تقدر تعرف أنتوا كيف تشتغلوا على القصة، كيف بتدرسوا الفلك، شو العلاقة بالأبراج. لكن يمكن أنا ماني معي كتير بشغلة أنه قلتي من شوي أنه ما كتير أخذي حقها هون. تمام. أنا عم شوف وكتار عم بيشوفوا أنه هي موجودة منذ القدم صحيح، لكن بعصر الفضائيات والنت صار يعني منتشر بكثرة. هي منتشرة بس هي ما كتير يعتمد عليها، يعني هي منتشرة ولكن بطريق أقرب للتجارية أكثر ما تكون، يعني مو كل اللي بيمتهنوا هاي المهنة أو مو كل اللي باحثين بهذا الموضوع هن أكيد ناس موثوقين. يعني هلا إذا بنحكي معك أكيد بيتم استخدامها بين التجارة وبين الحقيقة، يعني حقيقة هذا العلم نحكي أكثر. ننتقل لك ست رولا، علم الطاقة، علم الأحجار الكريمة أيضا هو علم استعانوا فيه الفرس، اليونان، الهند، يعني كمان هو علم قائم بحد ذاته، ربما في أيضا بعض المشككين فيه. قبل ما ندخل بالتشكيك وبأنه هو ربما خرافة، بدنا نحكي علم الأحجار الكريمة كيف تكونت. الأحجار الكريمة هي من مكونات الأرض، بس تحكي لنا تكوناتها أكثر والطاقة اللي بتقدم لنا إياها، بين الطاقة القوية والطاقة الأقل قوة. هلا بالنسبة ل بس حابة أحكي أول شيء إن جنرال إنه شو هي الطاقة. نعم. إنه في كتير ناس موضوع الطاقة مبهم بالنسبة عندهم. هلا أثبت علم الفيزياء الحديث إنه هي أدق مكونات المادة هي الذرة، يلي هي متعارف عليها هي وجود النواة في الوسط، وبيكون الشحنة تبعها موجبة اللي هي البروتون، وبيدور حواليها شحنات سالبة اللي هي الإلكترون. فبمجرد هذا الدوران بيولد عنا تردد، بيطلع عنده موجات كهرومغناطيسية هي اللي بتأثر. فشيء أثبت عليه العلماء منذ القدم أنه كل شيء عنا موجود بالكون
في له ترددات مغناطيسيه وكهرومغناطيسيه عم تطلع منه مثل نوع من الاشعاعات وهي بتاثر. مثل ما قلتي منذ القدم خلينا نقول المصريين القدماء من اول من بدوا فيه يمكن. تماما الفرس الروم كلياتهم حضاره المايا ايضا تمام اكزاكتلي كلهم هدول عرفوا السر تبع جماليه الاحجار الكريمه واكتشفوا وجود الطاقه اللي هي موجوده فيه. بالنسبه لنشوء الاحجار الكريمه وبالنسبه لهذا الموضوع هلا الاحجار الكريمه هي احجار معدنيه هي اصلا ما لها علاقه بالانسان ابدا اوجدها الله عز وجل وظهرت علينا بطرق مختلفه هي عباره عن نيازك ارتطمت بسطح الارض واخذ الانسان واستفاد منها بيكون عندها طاقات هائله جدا يا بيكون شيء عن طريق البراكين وقت بيثور البركان فبيطلع تنصهر المعادن مع بعضها وحراره مرتفعه حراره مرتفعه تمام بتطلع لبرا بتتعرض لبروده شديده فبتلاقيها بتكون الحجر كاللؤلؤ والمرجان وغيرها تماما وفي عندنا شغلات من باطن الارض هي بتطلع من على اعماق سحيقه هي بالنسبه للاحجار المعدنيه في عندك احجار اللي هي بتكون عضويه ليست معدنيه هن مثل اللؤلؤ عندنا مثل الكهرمان مثل العاج مثل المرجان هدول لهم نمط ثاني هدول لهم تاثير وترددات وهدول نفس الشيء يعني اثنيناتهم طيب البدايه اذا كانت مع المصريين القدماء يمكن استخدموه بمقابر الموتى شيء مشع كاليورانيوم فيما بعد صار في الاغريق في الفرس العرب طوروه في بالهند كاماكن مقدسه كانوا ايضا يستخدموا الحجر الكريم العرب طوروه العرب يعني طوروا بعلم الفلك الحقيقه وايضا طوروا بالاحجار الكريمه يعني بيعود هذا العلم للعرب والمسلمين تحكي لنا اكثر عن هلا بالنسبه لامور الفراعنه هلا هنن كان عندهم كثير ايمان بقوه الحجر حتى بنشوف ايام الفراعنه مثل كيلوبترا والقصص والاهرامات تماما فكانوا يحطوا مثل تيجان على شكل ثعبان كانوا يحطوا اساور كانوا دائما يحطوا مثل قلائد من احجار الفيروز من احجار ثمينه جدا فكان دائما مثل ما بيقولوا بيستقطبوا طاقه الحجر يقيموا الطاقات السلبيه منها يستجلبوا الطاقات الايجابيه حتى وقت يموت الشخص اللي هو الفرعون اللي هو معناته امير من امرائهم فكانوا يحطوا معه من بعض هي الحلي اللي هي مرصعه بالجواهر ليش لحتى تروح معه مع العالم الاخر لحتى لما يطلع مره ثانيه يبعث فيبعث هو حاطط الحلي عندك بالنسبه للفرس والرومان كلهم كانوا كمان كثير عندهم اعتقاد عندك مثل الملك نيرون كان عنده حجره عملاقه جدا كانت عباره من الزمرد الرائع جدا كان قبل ما يروح لاي حمله يطلع عليها ويشوف مثلا لبعد هلا هي مثل ما قلت لك بفوت فيها نوع من الايمان نعم. وهالقصص عرفتي هلا الناس تعتقد انه هو فعلا بتامن فيه تعتقد بهالمعتقدات حتى يومنا هذا وناس تعتقد انه هي عباره عن خرافات رح نفوت للخرافات والتشكيك بس اسمحي لي ست غالية ارجع لك بدنا نحكي عن كيفيه استخدام كيف بتم استخدام علم الفلك والابراج يعني ست غالية لما بدها تطالع كتابها باول السنه مثل كثر من ربما الفلكيون المنجمون اول شيء شو التسميه المناسبه بتحسيها انه فعلا هي بمكانها الصحيح هلا هي ممكن يكون انه ينأهل باحث بهذا الموضوع باحث. يعني ما فينا نحن نطلق كلمة عالم بس عالم. الباحث لازم تكون شخص درس أكاديميا أو تعمق بهي تماما بهذا العلم عنده أسس معينة يمشي عليها يعني ما بيكفي إنه هو يكون عنده إلمام بده يكون عنده مو بس إنه نحن ندرس مثلا مسارات الكواكب ندرس تأثيراتها التأويل يلي بيصير بتفسيرات هي الحركة هي يلي بتميز حدا عن ثاني يا شو بتقصدي بالتأويل؟ نحن بنشوف أول سنة اهتمام من وسائل الإعلام بدهم يعني كل الفلكيون كل الباحثون ربما المنجمون اللي دخلوا دون دراسة يعني صار في اهتمام من عالم السياسة لعالم الناس العاديين بقى ما عم نشوف ولا كتاب عم بيبقى بالسوق شو الشيء اللي بتعتمدي عليه خلال دراستك لعالم فلك وأبراج خلال سنة كاملة لحتى فعلا تكون في خطوط اساسيه انا لما بدي افتح الكتاب بحس انه فعلا هذا الشيء عن جد عم بصير مو انه هو هيك تمام طبعا في مدلولات لكل كوكب في عناوين عريضه لكل كوكب وقت بيكون هذا الكوكب موجود بالموقع الفلاني شو تاثيراته بتكون طبعا هذا مثل ما حكيت بالبدايه ريم انه هو عباره عن علم مقارنه اصلا
وهي دراسات طويلة وتراكمية ودائما تتكرر، يعني دائما بيقولوا لك التاريخ يعيد نفسه. هي كيف فكرة انه التاريخ يعيد نفسه بما يخص المجال اللي نحن بنشتغل فيه، انه هي مسارات الكواكب، كل كوكب ما في مجال عنده حركة زمنية دقيقة جدا ولا يمكن انه تختل بيوم من الايام. طبعا في الكواكب الثقيلة يلي بتبقى وجودها أو تواجدها بكوكبة معينة مد سنوات طويلة هي اللي بتعمل التأثيرات الجذرية البعيدة المدى، في الكواكب السيارة السريعة كتير يلي بتعملنا التأثيرات الشهرية. نعم. طبعا والقمر حركة القمر يلي نحن نحكي فيه يوميا على شاشة الدنيا انه نعم. اليوم شو انت حظك، هي بتتبع حركة القمر يلي بيبقى بكل برج لمدة يومين تأثيراته. فهي الدراسة نحن بنعرف تماما انه خلال وجود هذا الكوكب بهذا الموقع شو تأثيراته على الكل، شو تأثيراته على الكل. طبعا كمان في قد ايه بياخذ وقت؟ بياخذ وقت كثير، بياخذ وقت كثير لانه كثير بيلزمه اجتهاد، والمفترض انه دائما الواحد يسعى انه يضيف شيء جديد، يعني يكون عنده رؤيه خاصه فيه حتى بهي التفسيرات وبهي التاويلات. فبدك تساليني يمكن من خلال شو بدك تساليني انه ليه كل واحد بيحكي شكل، كل واحد ليه بيحكي تمام. شكل فعلا او التاويل هون انت وقفتي عن كلمه التاويل، نحن ما بنميز فلان عن فلان، نحن ما بنختلف انه هذا الكوكب تحت عنوان كذا او وجوده بهذا الموقع شو ممكن يعمل، ولكن التفسيرات بتعتمد على الاجتهاد الشخصي ريم. كيف حسب يعني؟ حسب انت تعمقك بالموضوع. نعم. حسب رؤيتك، حسب دراستك له لحتى تدركي هو لاي مدى فيكي تعطي معلومه اكثر دقه بالتفسير. طيب اذا بدنا ننتقل لست رولا، نحكي هلا بالتشكيك بما تقدمون، بما يقدم هذا العلم، ان كان بعلم الطاقه ان كان بعلم الفلك. الناس تعتقد انه علم الاحجار الكريمه هو عباره عن خرافات، انه انا حاله نفسيه انا اعطيتيني هذا الحجر بيناسبك، هذا الحجر بيطبك، بحس انا نفسيا انه في شيء هذا الشيء بياثر علي، فانه انا ممكن اصير امن بالحجر. يعني مع انه هو الايمان، طبعا نحن ما عم نحكي الايمان المطلق، نحن عم نحكي انه بعتقد انه هو بيريحني فانا ممكن خليه معي. شو بتردي عليهم بيفكروا بهيدي الطريقه؟ هلا وشو حجتك المقنعه تماما من خلال عملك؟ كعلاج نفسي بتبع كثير مع المرضى لحالات نفسيه عم يعاني منها الانسان. كثير بيجي ناس عندهم مشاكل خلينا نقول عم يعانوا منها مشاكل عضويه، وقت منبلش بالعلاج بنكتشف هو لا، هو ذات منشا نفسي. يعني حتى الطب الغربي اللي هو بيعتمد على الادويه والكيميكلز اثبتوا كل العلماء والاطباء انه ما في مرض بيصيب جسم الانسان اللي هو عباره عن تراكمات نفسيه بقلب الجسم ظهرت بعدين على شكل مرض وضربت عضو معين. هلا علم الاحجار الكريمه علم رائع جدا، فحلو سؤالك انا شلون وقت بكون عندي شخص بدي اقنعه. هلا نحن كلياتنا بنعرف من صغير لكبير، خلينا مثقف غير مثقف، نعرف انه نحن كبنيه تبعنا از هيومن بين نحن من الطين صح طبعا من التراب واليه من نعود. من التراب واليه نعود تماما مزبوط. فنحن بتركيب الجسم تبعنا عندك كم هائل من التركيبات الكيميائيه، في بيدخل بجسمنا بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، حديد وما عد يعني. ف اذا دائره الحياه انت عم تقصدي الماء الهواء التراب المعادن الى ما هنالك؟ لا انا لا انا عم بحكي على التركيب الكيميائي تبع جسم الانسان. هو جسم الانسان مما يتكون صح ولا؟ عندك صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، نحاس، حديد، فوسفور، كل هالقصص بالتركيب الكيميائي تبع الخلايا تبع جسمنا. فنحن الخلايا بداخل نعم سبعة؟ لا أكثر من هيك بكثير كأعداد، يعني كتركيب كيميائي. يعني عديت كم شغلة بالسنين بعلم الكيمياء، أكثر من هيك بكثير. طيب عندنا نحن كم هائل من الخلايا بجسمنا، تريليونز من الخلايا. عندك كل خلية عم تعمل ترددات، عم يطلع منها موجات كهرومغناطيسية. فمرات كثير واحد بيصير معه شحنات عم تطلع من جسمه، مرات بدي افتح باب السياره ولطتني كهرباء، مرات الواحد بيسلم على الشخص الثاني انه كمان عم يتكهرب صح ولا لا؟ صح. بيكون عنده كثير شحنات هائله. نجي لموضوع الحجر الكريم، بين قوسين حجر كريم، نحن عم نحكي مو اي حجر صناعي، حجر الكريم كمان بما انه من باطن الارض فهو عنده كمان تركيب كيميائي يماثل التركيب الكيميائي تبع جسم الانسان. وين بصير هلا الاستفاده؟ انه نحن وقت بنمسك الحجر ملاصق لجسمنا فهو نحن عم نستفاد
من الطاقة أول شيء، ثاني شيء من اللون تبعه نفوت بهذا المضمار. برا بأوروبا وأمريكا في عندي كتير مراكز تابعة لوزارة الصحة بيسموها The Color Therapy، مراكز علاجية بتعتمد على اللون، لأن اللون هو علاج بالألوان. العلاج بالألوان تماماً، مثل ما قلنا تركيبي الكيميائي، العلاج باللون، هذا كله أنا عم استفاد منه لحتى الشخص المريض هو يستقطب من الترددات اللي عم تطلع. هل عندك العالم الهندي كومار كتير كان عم يحكي بهذا الباب، إنه كل حجر كريم في له ترددات كهرومغناطيسية عم تطلع، وكل حجر بترددات مختلفة. هذا اللي بدي اسالك اياه. ايه تماما، لانه كل حجر كريم يختلف عن الاخر. ليش؟ بسبب الشوائب اللي هو داخله فيه. مثلا بنقول انه حجر في نسبه خلينا نقول التيتانيوم فيها كثير فعطاه لون الروزيه، عندك الحجر اللي داخل فيه نحاس اكثر عطاه لون الزراء. فكل ماده كيميائيه فايته على داخل هذا الحجر تميز باللون تبعه. كل حجر بتستخدميه لشخص معين او حسب المرض العضوي يتناسب معه؟ هلا نحن عم نحكي كعضويا هي بس ما بقول انه هذا بيناسب هذا. لا لا لا، انا رولا هلا خلينا نقول عم يجاني شيء معين ففيني استخدمه. نفس الشيء حضرتك، نفس الشيء اي شخص. يعني نفس الحجر بقدر لكل الحالات؟ لا طبعا. لا لا لا، انا فكرت عم تحكي انه مثلا كل شخص بنعطي هذا الحجر. لا لا، بس انا اجيتك بحاله معينه فانت اكيد بدك تعرفي شو هي حالتي لتستخدمي لي الحجر المناسب. لانه طبعاً يقال انه في حجر قوي وحجر يمكن قوي جدا لا يتناسب، انه يعني ممكن يصير في له تاثيرات سلبيه، طاقته كثير قويه تكون عليك ما تقدر طاقه جسمك تتحمله. مضبوط حكيك. لا مثل حجر الاميديست اللي هو كمان متعرف عليه بلغه ثانيه الجمشت، كثير بيأثر إذا كثير الواحد استخدمه بيضرب منطقة الاطحال. فيعني مزبوط حكي، كل حجر في له قوة معينة. هلأ بنرجع علميا وطبيا نحكي، وقت الواحد بيروح بيعمل تحاليل فبيطلبوا بعض الأحيان البوتاسيوم يشوفوا نسبته أو الصوديوم. هلأ في عندك العالم برنارد جينسون عمل كتاب سماه علم الكيمياء، وهو كتير رائع الكتاب وفات بهالمضمار. هلأ عندك أنت إذا صار في نقص بالصوديوم بجسم الإنسان بيعمل عنده دائما صداع رهيب، وبيعمل عنده نعاس، دائما الشخص هو نعسان، دائما مو قدران يتحرك، فبيكون فعلا عنده نقص بالصوديوم. البوتاسيوم إذا كان عنده نقص بيعمل عنده نوع من أنواع الأرق، دائما هو ما عم يقدر ينام. فهو بيأثر الحجر من الناحية العضوية كعلاج مرض عضوي، بلس بيعالج حالات نفسية، يعني تو إن وان خلينا نقول. الأمراض العضوية قد ما كانت خطيرة لا ولا في حد معين؟ هلا ليك الامراض الخطيره اثبتت العلوم، يعني هيك اثبتت الدراسات. مزبوط. انه لحد معين المرض. لا ليك هلا هلا ليتلي خلينا نحكي، بس قريته هذاك النهار الالماس هو هلا كل الاحجار الكريمه هي بتتكون من اكسيد السيليكون وبقيه عناصر مختلفه، الا الالماس حصريا هو من الكربون الخاص، هو الحام. حر تماما. كرمال هيك بيقولوا لك الالماس الحر. الالماس الحر. وعندنا نحن العالم الالماني موس هو اللي اكتشف صلابه كل حجر، فالالماس هو من خلينا نقول على مقدار موس 10 على 10 صلابته. هلا حاليا لمرض السرطان عم ياخذوا الحبيبات تبع حجر الالماس The Pure Diamonds وعم يفوتوه بالعلاج. فتخيلي كيف انه عن جد انا لما قريت المقال انه طار عالي هلا حاليا. لكن هذا ربما مكلف بامريكا، مكلف يعني بشكل كبير، يمكن ما اي حدا بيقدر انه يتعلق. هو الالماس يعني ننتقل للست غاليا. الالماس رح يبقى بين قوسين. ننتقل للست غاليا، بدنا نحكي بموضوع الفلك اكثر. بعض علماء النفس بيشوف انه الناس بتحب موضوع علم الفلك ربما لأنه بحسوا أنه هم قادرين من خلاله يسيطروا على أمورهم، يتجنبوا بعض التفاصيل بحياتهم، وبنفس الوقت ربما له بعض السلبيات أنه بخليكي تبعدي عن المبادرات الذاتية، عن أنك تبحثي ويكون عملك حثيث أكثر، يعني أنه خلص بتصيري تعتدي تستسلمي لفكرة أنه أو حظ جيد. لا مو صح ريم هذا الحكي، أنا ما بعتقد هيك أبداً.
بالعكس يعني الأبراج أو علم الأبراج اللي نحن بنمارسه كل يوم هو حقيقة خدمة مجانية. خدمة مجانية، ناس مسخرة تدرس هذا الموضوع وتقدم لك معلومة كتير حلوة، تقدم لك خيارات كتير لإلك، إنه أنت مثلا عندك فترة زمنية فيها مثلا أمور صحية بحاجة لانتباه، فهي عم تعطيك إشارة، عم تعطيك إنذار إنه أنت لا تهملي هذا الموضوع، أو فترة عصيبة شوي، دقيقة شوي من حياتك ممكن تكوني عم تتعرضي فيها لضغط معين، فحاولي إنه أنت تستوعبيها، ما تتصرفي بطريقة عفوية أو بردود فعل تخسري فيها شيء. هلأ بس في شغلة بدي نوه عليها ريم، إنه الحذر لا يلغي القدر. يعني هي مسألة نؤمن فيها كلنا، وبحب كمان أقول إنه موضوع توقعات الفلك والأبراج هي مانا علم غيب، هي ما نعلم، انت عم تاخدي حركه او تاثير معين عم بيصير، بس انت ما رح تعرفي تفاصيله. حتعرفي زمن معين، حتعرفي وضع نفسي معين لإلك، او وضع مثلا في انعدام حتى للطاقه، بدون ما ندخل على مدام رشا، بس انه انت بهي الفتره فتره عندك فقدان للطاقه، هاي فتره فلكيا ما أنا ناجحة بالنسبة إليك. فأقل تحذير إنه حاولي تأجلي أمورك المهمة، ما حتكون كتير أنت بكامل طاقتك وبكامل حيويتك، فهي عبارة عن تحذيرات مو أكتر من هيك، بس هي ما بتلغي إنه نحن يقع الحدث يلي بده يصير عنا. وما بنقدر أكيد، يعني مو أنا أو أي حدا تاني إنه نتعامل مع التفاصيل بدقة كتير كبيرة. نعم تمام. طيب رح نرجع لك اكيد ست غالي، بس اسمحوا لي اذا بتريدوا انه ننتقل لمشاهدينا. مشاهدينا طبعا رح ننتقل نحن وانتم لاستطلاع وراي الشارع والمشاهد والمتلقي من خلال هذا التقرير للزميله ايفلين حداد. يعني مو دائما يعني تصدق ابراج، يعني مو دائما تصدق، دائما احيانا تكون صحيحه وهي قله نادره تكون انه صحيحه الكلام اللي يكون بالابراج. انه ايماني بالله كبير فما بامن بالابراج. يعني بشكل عام ايه هو علم، بس بشكل يومي لا. هلا بامن فيهم كحركه كواكب وصفات بس انه احداث يوميه لا. مو ايمان بس يعني اذا في شيء فائلكي او ينبهوكي نصائح معينه، مثلا تجنب الغضب اليوم هيك يعني تمام، بقتنع وبمشي عليها كمان. يعني فيك تقولي 80%. ما بامن بالابراج ابدا. لا نحن بنحب يعني نتسمع لها مع هوي يعني، بس للفضول مو اكثر، اما مو كثير مقتنعين لا. طبعا لها تاثير كبير الالوان على الشخص، يعني مثل اللون الاصفر يعطيك شوي اكتئاب او العفني، اللون الفواتح هيك تهدي النفس تعطي راحه للواحد، يعني الالوان لها تاثير كثير كبير على النفس. هلا طبعا الالوان في كل لون يعني يأثر على شخصيه الانسان، يعني كل لون يعني في مثلا انسان ينجذب له او شيء. هلا في الطبيعه بتعطي طاقه، الخضار السماء كله بيعطي طاقه بحس. ايه كمان الالوان بتريح، في الوان بتريح وفي الوان بتزعج. بحس اللون الابيض ايجابي، اللون السماوي، شو كمان اللون الاخضر. هلا الالوان بشكل عام في لها دور يعني بالموضوع هذا، في الوان الربيع هي اللي تحفز الانسان على الحياه، تحفزه على النشاط، وفي الوان مكتسبه يعني دائما ورثناها، اللون الاسود يعني دال عن السوداوية هو اللي يعبر عن لونه. بعلم الطاقة كتير يعني الطاقة شيء حلو يعني للإنسان، أخص إذا يمارسها في رياضة اليوغا يعني تعطي طاقة للإنسان، وهيك أكيد شيء موجود، الطاقة موجودة. الألوان لا، إنه بحس إنه كل واحد له لون مفضل، بس إنه شيء تاني لا، بس إنه الطاقة أكيد. مشاهدينا عدنا لمتابعة هذه الحلقة من برنامج بين قوسين مع ضيفتي السيدة غالية بكفلاوي والسيدة رولا
شوي كاتي، اهلا وسهلا فيكي. طبعا بدنا نرجع لك ست غالية، كنا عم نحكي عن موضوع جدا مهم بما يخص علم الفلك، لكن حضرتك بسياق حديثك طرقتي لكلمة قلتي انه خدمة مجانية. انا بدي طبعا هلا اللي عم بيسمعنا بدي اقول لا، انتم ما عم تقدموا خدمة مجانية، يعني كتار صاروا مشهورين، صار في ربح مادي، ومن شوي كمان حكينا انه هو صار في تجارة، في انتشار كثير. قصدت انا بالخدمه المجانيه انه انت انا عم بعطيكي خلاصه دراستي، عم بعطيكي خلاصه جهدي، بشكل انه اعطيكي هيك مجرد طرق معينه او توقعات معينه لحتى انت تاخدي حذرك بالفترات السيئه او بالفترات الحسنه. طبعا هذا اللي قصدته انا، ما قصدت الخدمه المجانيه هي من ناحيه انه تجاريه. فهو علم لانه ما كثير من الناس بيمتهنوه فعلا، يعني او انه بيدرسوه او بيبحثوا فيه، لانه كثير مهم انه انت تحبي هذا المجال. يعني مو اي حدا ممكن يحب يتعلمه ممكن انه يسجل فيه خطوه. كثير مهم هذا تحبيه، لانه كثير من الناس ما بيعتبروه علم كونه غير مسند. طبعا عم يعتبروه تجاره. قلتي من شوي طب هذا الموضوع انت يعني كيف يعني هذا الشيء قد ايه بده ياثر على المجتمع وياثر على المتلقي؟ هلا فعليا هو جماهيري، هو موضوع جماهيري بيستقطب كل الشرائح، الصغار الكبار الرجال والسيدات. يمكن انه بدنا نحكي يستقطب عن مين اكثر، الرجال ولا النساء وليش؟ انا بعتبر الاثنين بنفس القدر بهمهم، بس في حدا بيجاهر بهذا الموضوع وفي حدا ما بيجاهر بهذا الموضوع. قصدك يعني النساء تجاهر والرجال لا يجاهر؟ تمام. والا هو بيعني الكل، لانه نحن كبشر عندنا دائما طوق لنعرف شو بده يصير معنا، عندنا نوع من الفضول، عندنا جوع للمستقبل، انه يا ترى انا بكره شو بده يصير معي، يا ترى كيف وضعي، يا ترى هاي الشغله حكون مرتاح فيها، اقدم على هالخطوه ولا ما اقدم. ما بتشوفي عربيا بيهتموا بهذا الموضوع إنسانية اكثر من عالميا؟ كيف ريم؟ ما بتشوفي انه عربيا بيهتموا بهي المواضيع اكثر من منها في الغرب؟ لا بالعكس، بالغرب في عندهم متنبئين ومنجمين ولو انه في، بس انا عم بحكي على المتلقي. ربما اهتمامنا نحن كعرب بما يقدم علم الفلك اكثر من اهتمام الغرب، يعني ربما هون مرتاحين اكثر ان كان ماديا ان كان نفسيا ان كان لا انا بشوف انه لا انا بشوف انه هي شغله بتمس خفايا الشخص، خفايا الانسان وين ما كان، سواء كان بالغرب او عنا، لانه نحن تركيبه انسانيه فيها هي حاله الفضول لمعرفه المستقبل او الغيب، او انه هيك بس نطمن على امورنا كيف بدها تكون. فهي اي حاله انسانيه عند اي انسان بتكون، وما انا مرتبطه ببلد. بالعكس انا بحس انه الغرب يستخدم هذا العلم افضل منا بكثير. بكثير بيستخدموه حتى بمؤسساتهم، حتى بكل مشاريعهم وامورهم بيستخدموه، وبطريقه كثير مضبوطه ويحترم الحقيقه. هذول الاشخاص اللي بيتعاملوا بهذا الموضوع لهم قيمه اجتماعيه كثير مهمه. طيب بنرجع لك ست رولا، حكيت كثير نقطه مهمه ست غاليه، انه بالغرب عم يعتمدوا هذا الموضوع ان كان بالبيوت ان كان ب انا سمعت ببعض البرلمانات في الخارج، يعني من اجل ان تكون الزوايا المكان على قبله معينه او على جهه معينه. اي فيعني في فعلا في اهتمام، وعم نشوف انه هم في عندهم سلطه، في سيطره، في قوه في العالم، الالوان كله هذا عم يستخدموه. بمهام معينه على مستوى بيعتمدوا كثير على موضوع انه هذا الشخص شو مواليده، هذا شو هي طباعه، كيف بيقدر هو يتحمل مسؤوليه هالمهمه المطلوبه منه او لا، اذا كانت مهمات عامه طبعا مو الاشخاص العاديين، انه هل هذا الشخص بيتمتع بصفات قادره على التحمل، صبور مثلا، عنده نوع من الدبلوماسيه اذا بمهام. الغرب بيعتمد كثير على هي القصص اكثر مننا بكثير. نحن يعني يمكن نحن لسه ما بنؤمن، عنا لسه كثير، يمكن نحن بلشنا بهي مع انه نحن بدينا، وللاسف يعني انه ما قدرنا نعطيها هي الصيغه او ما قدرنا نعطيه الاطار الكامل والصحيح لانه فعلا نستفيد من هذا. هي عم نرجع نحن وعم نشوف هلا مهتمين بعلوم الطاقه، بعلم الفلك، بعلم الاحجار الكريمه، الالوان، الفراسه، البادي لانجويج، كله مهم. وين المشكله؟ يعني هلا انتم موجودين، وين عم تحسوا المشكله؟ هل هو بتعاطي وسائل الاعلام؟ هل بتعاطي المتلقي؟ وين عم تشوفوا المشكله؟ هلا بس لنرجع شوي لورا، كنتي عم تقولي نحن اللي بلشنا،
هلا عندك نحن المدرسة تبعنا هن علمائنا القدماء، كان أول واحد مهتم بعلم الأحجار هو ابن حيان، اللي عمل هو موسوعة كاملة سماها علم الأحجار. فعندك مثلا مثل البيروني، البيروني تعشي بيروني أوروبا، أخذت كتابه وترجموه تماماً عم تحكي. فهو البيروني معروف، هو كان علوم الصيدلة والفيزياء، استخدم الفيروز بتفتيته مع العسل كان يداوي فيه. يعني عندك نحن العلماء تبعنا، عندك ابن سينا، هي كلها من العلماء تبعاتنا نحن، كانوا كتير يستخدموا الأحجار طبعا، كانوا كلهم وعندهم موسوعات. ابن سينا عامل موسوعة اسمها موسوعة الشفاء باستخدام الأحجار الكريمة وطرق العلاج فيها. فمثل ما بيقولوا انه على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بمادة بحجر الإثمد تماما عم تحكي. يعني عندك كثير هالقصص، بس بتلاقينا نحن قد ايه نحن متاخرين بهذا الباب. نحن عم نقول نحن كريم الحقيقه، اي علم له مؤيدين وله معارضين حقيقة. يعني أي موضوع يمكن لسه قيد الدراسة ولسه ممكن ينتج عنه يعني للأمام قواعد ومعلومات وإثباتات وهيك، بس بغض النظر، بغض النظر أنه بين مؤيدين لهالعلم أو لهالمجال أو معارضين له، ما فينا نفرغه من محتوى. يعني ما بنقدر نحن دراسات عبر آلاف السنين وناس كان إلى اسم ظاهر وكان إلى مؤلفات كثيرة، اللي بيبحث بيلاقي طبعاً إذا حدا حاب يبحث في مؤلفات طبعاً عريقة جداً بهذا الموضوع يلي مهتم فيه، ما فينا نفرغ نحن هذا العلم من مضمونه ونقول إنه لا هو شغلة خرافية أو غير موجود. فقط المهتمين بالنهاية الله عطانا العقل زين حتى نحن نقرأ ونبحث، بس ما فينا نقول من فراغ إنه هو علم أو ما هو علم. بس أنت حديثك عم تقولي فعلا هذا الشيء، أنا لما بلشت إنه أنا عم استخدم الأحجار الكريمة بالعلاج، إنه بتحسي العالم صعبة، ما بعرف شلون، إنه صعبة هي تتقبل شيء جديد. يعني انه دائما هي معوده هيك 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 هيك، معوده انه انا اروح لعند دكتور يقول لي معك سو اند سو، تروح لعند الصيدلي تاخذ هالادويه ترتاح. يعني ما بعرف كيف عنا شويه المنتاليتي تبعنا بدها شويه الواحد يشتغل عليها. شغله ثانيه يمكن برا خلينا نقول بيساعدوا. هلا شوفي انت من ناحيه التعليم يعني. هي لقلك من ناحيه التعليم بالمدارس خلينا نقول بيكون في بالجامعة لا لا مو هيك قصه، بس قصدي انا انه دائما برا بالدول الغربيه نوعا ما بيساعدوا. كيف بيساعدوا؟ بكل شيء. مثلا ولد خلينا نقول متفوق، خلينا نقول بمواد العلميه، فبتلاقيه هن بيوجهوه بهذا الباب، مبلش مرحله دراسيه، خلص فات على الجامعه كمان نفس الشيء، شلون بيفوت عن طريق سكولرشيب اذا هو دراسيا خلينا نقول زيرو، بس هو من ناحية الرياضيه لعيب فوتبول باسكت وات ايفر، على هالشيء بياخذ سكولرشيب بيفوت على الجامعه. ففي عندك دائما تشجيع 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 للشخص حتى تماما، او حتى اذا عنده اي نوع من الاختراع او انا بدي اعمل كدراسه معينه، بتلاقي مين عم يوقف معه ويشده يلا امشي. بعض الأحيان هون في عندك إحباط، بس الحمد لله حاسة هذا آخر جينيريشن، كأنه العالم بلشت شوي بلشت العالم على الشيء المنيح والشيء، وإهنهم بالنهاية الحكم لإلهم، يعني هنهم يجربوا. هلأ عم نسمع بعلم الفلك وعم نتابع الأبراج، في ناس عم تقتنع في ناس ما عم تقتنع، بس انت هون عايشه عامله عياده، عايشه الحدث وعايشه الحاله. يعني انت عم يجي لعندك عم تحسي، يعني عم بحس انا من حكيك انه في صعوبه. طب انت شو امنتي لهم بالعياده؟ يعني انا كمريض فوت لعندك، الاجواء، الموسيقى، الالوان، الحجر عم تستخدميه، المرض، يعني طيب معقوله ما حدا جرب واحد واثنين ثلاثه وشفي على ايدك واقتنع وحكى لغيره؟ يعني شو هلا الحمد لله ولا الحالات تختلف، ولا اذا هو ما مؤمن نفسيا فيك وبالشيء اللي عم تعمليه هو ما رح يطيب. لقلك شغله، هلا الحمد لله بلشوا العالم، يعني وقت عم يجوا لعندي مثل ما عم تقولي من ناس استفادوا، راحوا حكوا لناس انه فعلا والله هون رولا منيحه، شيز دوينج ويل، والعلاج تبعها ظابط وهيك. هلا كيف اسلوب العلاج عندي؟ ما فيني اترك شيء على حساب شيء. لما الواحد بده هو يفوت بعلاج شخص، فهو بده يستخدم كل الحواس اللي هي موجودة عنده، من إنه هو يسمع ويشوف ويشم
ويتلقى الحديث ويحكي. فأنا الطاقة السلبية يعني تماماً مصدعية منك تماماً هذا هو. فهو عبارة عن استخدام الحواس كلها. فهو ألوان العيادة كتير رائعة، هي مريحة للعين، اللون الليلكي الفاتح، فوقت الواحد بفوت بيقعد هو كتير بيرتاح. من أنواع البخور الهادي مثل اللافندر كمان بشم الواحد ريحة، فمن وقت ما فات استرخى يعني، عرفتي أثر، شاف كولور أثر عليه، سمع ميوزك، فالواحد بيستخدم نوع من أنواع الميوزك الهادية وشم ريحة البخور. فكل هالشي عم تشتغلي على الحواس بيلعب. ما أنا هذا اللي عم قلك عليه، الواحد بيشتغل على الحواس. هلأ كتير في ناس بيجوا مثلا عندهم مشاكل عضوية بشي معين بجسمهم، منبلش انه انا عم عالج هذا جزء المريض بالجسم، نكتشف بعدين انه لا، هو حالة نفسية بحتة كعلاج نفسي بتبع معه. بتيب؟ الحمد لله. اذا كان منشأ نفسي الحمد لله الحمد لله. وحتى ايفن لو كان عنده هو مشكلة عضوية بالجسم كمان بتلاقي كتير بتأثر، وفعلا الألم بيروح. هلأ خلينا نقول لمشاكل، معقول لا غنى عن الطبيب؟ نعم، ما في غنى عن الطبيب؟ لا طبعا. هلأ هو هاد طب مساعد، إذا هو طب مساعد تماما، هو علاج نفسي عن طريق الأحجار الكريمة، علاج مساعد فقط. ما منقول له مثلا راح لعن طبيب عطاء أدوية، لا وقف الأدوية تعال عندي، لا طبعا، لا لا طبعا أكيد هذا الشيء مرفوض يعني 100%. هو بس المهم يصل المريض لمرحلة نفسيته هو يتغلب على الألم. خلينا نقول لو كان في فعلا مشكلة عضوية بجسمه يتغلب عليه، أنا هون تجي مرحلتي إني أنا قوي. فهي هي طريقة العلاج اللي أنا بتبعها، وعن طريق الأحجار الكريمة ما بعرف إذا فينا نشوف شوي معك مصر. أحجار هلأ جايبة بعض الأحجار الكريمة اللي أنا هلأ مو هدول الأحجار اللي أنا بعالج فيهم. الأحجار اللي عندك كل أنواع الأحجار الكريمة؟ هلأ أنا بالنسبة لل مسقولة، غير مسقولة وغير مثقوبة لحتى تكون تماماً. طبعاً طبعاً أكيد، بس هدول أنا اللي جايبتهم هنا أوريدي عاملتهم كنوع الواحد بيستخدمه كميداليون يعني. نفس الوقت شغلة جمالية، بنفس الوقت كمان بيستفاد فيها من نوع طبياً. هلأ بس أول شيء نحكي عن الكهرمان، مثل ما قلنا كل حجر في له تركيب كيميائي معين وبيأثر عليه، فمتعارف عليه هو نوع من أنواع المسابح الكهرمان، وهي مثل ميداليون تنحط على الصدر كمان بهذا الشكل. شو هذا النوع؟ هلأ بالنسبة للكهرمان هو كهرمان كمان الكهرمان تماما. هلأ بالنسبة للكهرمان هو حجر غير معدني، هو حجر عضوي. بالنسبة للتركيب الكيميائي تبعه منشوف في الهيدروجين تقريبا بنسبة 75%، في الأكسجين والكربون تقريبا 10% وتقريبا 11%، هي النسبة اللي هي متواجدة فيه. بالنسبة لكيف هو تشكل، سبحان الله رائع جدا، عبارة عن صمغ، هو حتى بتشوفيه هو مثل البلاستيك يعني، وقع من إيدي. هو عبارة عن جزء الشجرة، عبارة عن دفاع عن نفسها. وقت بتجي أي نوع من الحشرات على جزء الشجرة، فهي الشجرة بتفرز مثل مادة صمغية لحتى تسكر هالمسام لحتى ما تتضرر من الحشرات. سبحان الله. فهي عم نشوف قطعة عمرها ملايين السنين يعني، فهون بيكون تأثيرها كتير رائع جدا. على فكرة عفوا لو قاطعتك، هو حجر السنة الحقيقة، حتى الينتر طبعا الكهرمان الخام هو حجر هلأ فلكيا الأقوى بين كل الحجار سنة 2013 لسحب الطاقة السلبية. وطبعا طبعا من ناحية العلاجية ممكن كتير يكون له هيك مكاني خاصة، هو قليل، هو قليل لأنه فعلا لما مثل ما عم تحكي إنه سبحان الله كيف تكون، فبصير عندك هيك إنه هذا الشيء من رب العالمين عطاه بهالشجرة من خلال هذا الصبغ. إيه هلأ عندك بعض أنواعه بيسموه الكهرمان يلي بداخله حشرات، بتلاقي في بقلبه بعوضة أو ذبابة، وفعلا محطوطة بقلبه رائعين جدا. هلأ بالنسبة لتأثيره، هو بيكون له تأثير نفسي نفس الوقت تأثير عضوي لجسم المريض. بالتأثير النفسي كتير بيعطي طمأنينة للنفس،
وكثير بيساعد الشخص اللي هو بيكون عنده تردد باتخاذ قرارات كثير مهمه بحياته. بالنسبه للحاله العضويه في عندك دكتور مصطفى الهميمي، هو عميد كليه العلوم بمصر، كان عم يحكي على الحجر الكهرمان انه هو كثير مفيد، وفعلا اللي عنده مشاكل بالمفاصل والروماتيزم كثير مفيد بشكل يعني مجرد ما الشخص هو يمسكه بيستفاد من الترددات المغناطيسيه في الكهرومغناطيسيه. طبعا انت بتستخدمي حجار اكبر حجما؟ لا. ما دخل يعني ممكن هي الحجار تنحط على مناطق الالم؟ تقريبا عندي بالعياده بستخدم كثير، عندك الزبرجد بستخدمه، العقيق بستخدمه، يعني بدون حراره على حراره الجسم نفسه تماما. هو عباره عن انه هو يمسكه بايده. عندي عباره عن مفرش حاطه بقلبه احجار جيتستون، هو حجر الجاد كثير طاقاته رائعه جدا. علامة الظهر او البطن او له تيار موصول بتيار كهربائي بتحمل الحجاره، فبتلاقي كثير بتستقطب طاقات هائله جدا، يعني بتاخذ من جسم الانسان طاقات سلبيه بتمده بالطاقات الايجابيه المنيحه. فهذا الكهرمان، تسمحي لي بس انتقل شوي لست غاليا. ست غاليا بنكمل هلا عن الاحجار، بس بدنا نحكي عن انت يعني من خلال عملك بالتلفزيون والاذاعه بموضوع علم الفلك ودراسه الابراج، كيف عم تشوفي المتلقي عم يتعاطى مع احداثه اليوميه معك عبر يعني اكثر من سنه؟ بفعاليه كثير كبيره. بس صار معك شيء؟ لا حدا قال لك انه انا هذا الشيء ما صار معي؟ يمكن كمان انا بتصير معي ما بتصدقي، يعني انا شخصيا انه الكل يعني عنده حاله انه شو بده يسمع اليوم شو بده يصير معه، بس تاكدي انه ما بيترك اثر هذا الموضوع. انا ما بعرف شو خفه ظل هذا الموضوع على الناس، يعني بيسمعوا وخلص بينسوا. وقت بيصير معهم شيء بيتذكروا انه هن سمعوا فعلا انه بده يصير هيك، بس هي ما بتترك. يعني قليل من الناس يلي بيكون عندهم اعتماد كلي، منصادف حالات تبع يلي ما بيتحركوا لانه يسمعوا اليوم شو بده يصير معهم. مثل ما قلتي ببدايه باحد الاسئله انه بيصير عندهم ما بيعود عندهم مبادره ذاتيه للشيء. طبعا مو هذا الهدف من هذا الموضوع. اكيد نحن يمكن حابب يسمع شيء حلو اليوم. تمام اكيد، بس انه فعلا بيسمع الواحد بيقاوم التاثير السلبي قد ما بيقدر. هاي بما يخص في عالم بينزعجوا عن جد اذا سمعوا شيء ما منيح؟ لا ما بينزعجوا، بيكونوا هن فعلا حاسين هيك. عرفتي يعني هي كمان قياس مزاج القصه. يعني انت اليوم، انا بقول لك انت اليوم متوتره، انت فعلا احنا كثير بنفيق الصبح ما بيكون عندنا ولا سبب، بنلاقي حالنا متضايقين، بنقول يا الله الله يجيب خير هالنهار هذا، بحس قلبي مقبوض مثلا. هي تاثيرات الحاسه السادسه؟ لا مش الحاسه السادسه، هي تاثيرات طاقه القمر على 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 الاشخاص. يعني عرفتي كيف؟ واحيانا ما في مبسوطين ما بيكون في ولا سبب. رجعنا انه من مكونات الطبيعه تمام. سبحان الله، طاقه القمر وطاقه طبعا. الشمس كلها لها تاثيرات علينا. هيك الفكره مو اكثر من هيك. فانت وقت بتكوني بوضع نفسي جيد وبمزاج حسن، والنجوم وبمزاج حسن، ممكن نفس الحادثه تصادفك يكون رد فعلك مختلف عليها. طب علم الفلك له علاقه بدراسه علم الابراج؟ يعني هن مكملين لبعض؟ طبعا. هلا موضوع الابراج، او خلينا ناخذ الشق تبع انه المواصفات، الطبيعه، الفعل، رد الفعل، هي الاشياء يلي ما بيغيرها بالانسان. انت كريم كمواصفات نفسيه داخليه ريم، هي ما بتتغير. هي طبعا بتعتمد على موقع الشمس منك ساعه ميلادك، موضوع ما له علاقه بالتوقعات نهائيا. هلا هذا انت مع الوقت بتشعري انه ريم عم تتغير. ريم عم تتغير في تجربه بالحياه، التجارب كيف بتسقلنا، كيف بتحسن صح. من ردود فعلنا صح. في البيئه، في التربيه، في الثقافه. يعني الانسان ما انه فطري 100% بيكون، بس في دائما في شيء جواته هو برجه الاساسي. يعني هو حسب المواليد تماما، حسب وساعة الولادة، حسب موقع الشمس منه لحظة ميلاده. هاي اللي بتأثر عليه ويلي بترسم له كثير لأمور مستقبلية للأمر. طيب ست رولا، في شيء بخصوص المرأة الحامل أنا سمعت عنه أنه بالمرأة الحامل في أحجار تناسبها أو يمكن لازم ما تستخدم
حجر معين، لأنه خاصة إذا في شيء له علاقة بالنحاس ممكن يأثر عليها سلباً. شو مدى صحة هذا الكلام؟ لا، بالنسبة لل حتى ننبه إذا كان في حوامل بيهتموا بهذا الموضوع. بالنسبة للحامل حصرياً الألماس تحاول تبعد عنه، the pure diamonds. ليش؟ لأنه هو الألماس كتير بيستقطب طاقات سلبية من العالم. يعني كتير نحن عايشين بمجال كهرومغناطيسي، يعني في ناس بتعدي معهم بدون ما يحكوا ولا كلمة، بس هن فعلا سلبيين، وهالسلبية عم تطلع منه وبتأذي، يعني حتى لو ما حكى ولا كلمة، حتى لو ما تصرف أي تصرف، إيه بس هو بيكون إنسان سلبي. ليش؟ لأنه في عندك شغلات بيسموها هي المكنونات الداخلية. في شخص بيكون تفكيره دائما سلبي من جوا، دائما هجومي، فهي شغلات هي لا مو جوا، هي عم تطلع لبرا وبتأذي. كتير نحن بنسمع بعض الأحيان إنه أنا قاعدة بالبيت، فلانة بتجي لعندي على البيت، مجرد ما اجيت مدري شو بيصير عندي بالبيت، شيء بيتكسر، يا انا بتخانق. يعني هل هي معتقدات؟ لا لا، خرافات؟ لا لا لا، ولا فعلا؟ لا لا فعلا، لا لا فعلا، في ناس فعلا عندهم طاقات. هلا بيقولوا كذب المنجمون ولو صدقوا، ويعني بالاخير ما فينا هي ولو صدقوا ولو صدقوا معناها احتمال الصدق عالي موجود يعني. ايه بس لقلك انا شغلي انه هذا الشيء نحن عم نحكي انه في ناس فعلا فعلا تطلع عندهم ترددات فعلا بشعة، حرام، مو بايدهم، هن اصلا ما بيعرفوا، عرفتي؟ فهي هي. طيب ما حدا بيعلم بالغيب، هلا كثير عالم عم يسمعونا ما في حدا بيعلم بالغيب، تمام، شو بتردي عليهم؟ هو كلمه اخيره، انه البعض بيقول انه كل هذا شعوذة، قراءة الكف، الفنجان، الحجر الكريم، الطاقة. هلأ علوم الطاقة، علم الفلك شوي أخذ منحة أكثر جدية من قراءة الكف ربما والفنجان. فشو بتردي ست غالية؟ هلأ أنا مو مسألة شو رد، ولكن هذا الشيء بالحجة وبالبرهان وبالنتيجة. إنه؟ يعني أنت وقت بتحكي عن شيء مثلا معين بشأن عام، نعم، أو وقت بتحكي عن مرحلة قادمة، وهذا الشيء بتشوفيه عم بيصير، نعم، قدامك، فما فيك تلغي، يعني ما فيك تقولي لا مو صح. تمام، هي تراكمية القصة بتصير ريم، يعني انت مالك مطالبة، انا مالي مطالبة اقنع المشاهد من اول لحظة انه انا عم بقول له هالشيء صح، يعني انا مالي، مو شغلتي هذا الشيء، هو لحاله اذا بده يشوف شو الاقرب للحقيقة من كلامي، وشوي شوي رح يقدر يستفيد من الشيء اللي انا عم مقتنعة بعلم الفلك والابراج. تماما تماما تماما. بتتابعي كل شيء؟ بتابع كل شيء، اكيد بتابع كل شيء. أوكي. اكيد. سيده رولا، كلمه ايضا اخيره ردا على ما قلت من سؤال، يعني كذب المنجمون ولو صدقوا، ما حدا بيعلم بالغيب، حكينا انه علم الاحجار الكريمه هو اكثر جديه وعلم الطاقه، لكن في بعض ايضا المشككين انه لا، هي عباره عن شعوذه. لا، كل شخص هو حر بآرائه، بس مثل ما حكيتي لحتى الواحد يشوف، سبحان الله، الإنسان ما بيقتنع غير حتى يصل لمرحلة اليقين. فلما الواحد فعلا بيحس حاله أنه هو استفاد، وصل لمرحلة أنه أنا استفدت، فهون بيصل لحتى يقتنع. ونحن عم نحكي بشغلة علمية بحتة، عرفتي؟ مو أنه لأنه هذا الموضوع أيضا في صار ظهور بوسائل الإعلام، يعني صرتوا أشخاص مسؤولين يعني مؤثرين، فهون يكون في مسؤولية حتى ما يكون في بس ربح تجاري وظهور وانتشار، لأنه هي لفترة رح تكون، وفي ما بعد كله رح يكون. هو الوقت هو اللي بيترك مصداقية، نعم، هذا الشخص أو صاحب هذا الاتجاه أكيد هو اللي بيثبت هذا الشيء. الوقت كفيل بالإجابة على هذا الموضوع. بشكرك كثير السيدة رولا الشويكاني، اختصاصية نفسية في علم الأحجار الكريمة، وأيضا السيدة غالية بكفلاوي، باحثة في علم الفلك والأبراج. شكرا لكما. يا هلا. أهلا مشاهدينا. طبعا بين العلم والشغف بمعرفة الغيبيات تبقى علوم الفلك والأبراج والطاقة والموارئيات بين قوسين. شكرا لكل من تابع، شكرا لكل من جاء ضيفا، وأشكر طبعا شبكة أخبار قمحانة لتحميلها كل حلقات برنامج بين قوسين ورفعها على اليوتيوب والفيسبوك، وكل المحبة من فريق الإعداد، مني أنا ريم معروف وأدونيس عصام شدود وكل فريق العمل. بأمان الله.